منتخب المغرب اللي هو بيلم اللي تم حامل الكرات مدعوه هو واسرته على نفقات الخاصه مش نفقه نادي الزمالك. جميل. وهنبعت تذاكر للسيد السفير المغربي في مصر اللي هو راجل جميل ومحترم جدا عشان الشعب المغربي الشعب المصري الشعب المصري والشعب العربي كله على فكره من الخليج للمحيط احنا ناس قوميين وبنعرف الاصول وطز في الكوره اللي تخرب في علاقات بين شعوب وبين دول. فأنا بدعو هو وأسرته على نفقاته الخاصة يجوا يزوروا مصر مع فريق الوداد سواء والده ووالدته وهو طبعا هبعت لهم التذاكر يجوا يشرفوني هنا في مصر يقعدوا أسبوع يستمتعوا بمصر وكرم مصر والشعب المصري المحترم مش البلطجي تمام عشان يعرفوا أن شعب مصر يلفظ ويرفض أي تصرف يسيء لبلدنا لأن التصرف ده أساء شيء اللي عمله التصرف ده أساء لمصر سأل لمصر لان هنا في الاخر مصري بضرب شاب صغير بيأدي دوره ما احنا عندنا الولاد احيانا في ماتش الزمالك او الاهلي او اي نادي او اي حتى فريق قومي اللي بيلم الكور دول على فكره بيبقوا تقريبا من الناشئين بتوع الفرق تمام احيانا بيعطل الكوره هو حاسس انه لما يعطل الكوره شويه وفريقه فايز او بلده فايزه اللي بيعمل حاجه لبلده فانا بدعو الشاب دون يتفضل يشرفنا ان شاء الله هتواصل بكره مع السيد السفير المغربي ونبعت التذاكر لاسرته ويبعت لنا الاسماء ويجي هنا يقعد في احسن فنادق المصريه لغايه ما الماتش يخلص وفريق الوداد ضيوف اعزاء هنا عندنا على شعب مصر زي فريق الرجاء وفريق كل الفرق المغربيه والجزائريه وكل العالم العربي يعني انا بشكر طبعا الحسن الاستقبال من الفريق الرجاء المغربي والاداره اللي هناك واشكر السفير المصري في المغرب على كل حاجه تذللت لاولادنا هناك والحمد لله انهم رجعوا بالسلامه النهارده.